موضوع اللعنات والسحر الأسود هو واحد من المواضيع اللي كنت شوي متردد أني أحكي فيها، لأني واعي مرات لما تنطرح هاي المواضيع على الوعي الجمعي كثير ناس ببلشوا يفسروها من منظور وعي الضحية، بصير يأخذ هاي الحلقة كأنها وسيلة يحكي أنا حياتي متدمرة لأنه فيها سحر أسود، حياتي متدمرة لأنه فيها لعنات من جد 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 جدي، فبتصير زي كأنه وسيلة بدل ما يطلع على الأماكن اللي ما فيها تمكين داخلي، الأماكن اللي هو ما عم بيعمل الشغل الداخلي الإنر وورك وعم بتقدم وعم بتطور، بصير زي ركاية ركي فيها حياتي. فرجاء ما تأخذ هاي الحلقة بهذا المنظور أو بهذا المسعى، هاي الحلقة هي بس لفتح وعي داخل ذهنك، لفك لغز لشيء يمكن يكون مبهم، لأنه بالنهاية أي مفهوم ممكن نحكي عنه روحي أكثر أو ميتافيزيقي أكثر، يعني زي كأنه من عالم تاني مش من عالم مادي، سهل إنه نحكي إنه هذا الإشي غريب 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 غريب، ولكن لما تفهم العلوم اللي بتحكم أي شيء روحي المفهوم بصير واضح. والعلوم اللي عم بحكي عنها مش علوم صف سابع وصف ثامن، مش علوم النظام التعليمي ابدا ابدا، انا بحكي عن علوم الحضارات القديمه اللي كانت تدرس عن الطاقه وكانت تدرس عن التردد الطاقي وعن عن قوانين الكون و و و من التفاصيل الكبيره اللي بتفسر لنا ليش الاشياء بتصير في حياتنا. فهاي الحلقه وظيفتها تحط نور على هذا اللغز عشان نبلش نفكه انا وياك بالصوره الكبيره. كلمة سحر لما تنذكر في البلاد العربية من الندرة ما ندر أنه شخص ينظر لها بمنظور إيجابي أو بمنظور تمكين، دائما سحر مرتبطة بشيء سيء، مرتبطة بشيء اللي دخل باللعنات أو بالأعمال أو أو أو. لذلك خلينا نبلش أنا وياك نوضح السحر مش بس منهج واحد منهج أسود، السحر الحقيقي السحر المستنير هو شيء أنت بتعيشه وتطمح له كل يوم. كيف أنا بعيش وبطمح له كل يوم؟ صبرك علي عشان أوضح لك اللي بحكيه. لما أنت تكون عندك مشكلة مع شخص وفي غضب، طاقة غضب بيناتكم وطاقة ألم، وتروح تبلش تعمل شفاء للأماكن اللي فيها ألم بداخلك وتقرر أنك تسامح، تمر ببراكتس معين أو تمرين معين من التسامح، تبلش تشفي العوالق العواطف اللي عالقة، وتقرر مثلاً لعشرين أو لواحد وعشرين يوم بعديها أنك تبعت له حب. أنا ما عم بحكي عن تمرين أخلاق، أنا عم بحكي عن إشي ممكن تعمله. رح يصير الطاقة بيناتكم رح تبلش تقلب والواقع رح يبلش يتغير بصورة سحرية. مش معناته الشخص ضروري يحكي معاك، ولكن رح يبطل له أثر طاقي في حياتك لأنك ارتقيت طاقيا. هذا الشيء كان من السحر المستنير، انت استخدمت التسامح، استخدمت الحب عشان تقلب الطاقات العالقة في واقعك، لذلك بصير تغيير سحري. نفس الشيء الامتنان والشكر، لما تمتن أو تشكر بناحية معينة من نواحي حياتك وتعملها بطريقة مستمرة وتعملها من القلب وتخليها عادة، هذا المكان لأنك عم بتحط له طاقتك اكتفاء، اي شيء بتشكر انت بتحط عليه منظور انه هذا الشيء مكتفي فيه، رح يبلش يظهر تجليات لهذا الاكتفاء اكثر واكثر في حياتك. فهذا نوع من التغيير السحري، هذا الشيء كلياتنا بدنا اياه، هذا الشيء كلياتنا بنحبه. اي شخص خيميائي، شخص الكيميست وانت جواتك خيميائي زي اي شخص ثاني، هو بيعرف او واعي او ماستر على الطاقه، وزي ما حكيت هذا الماستر موجود جواتك، في جواتك ماستر معلم بالطاقه محترف بالطاقه، عنده قدره يتلاعب ويغير الطاقات بطريقه دائما تتوجه باتجاه الحب، باتجاه التنوير، باتجاه الوحده. هذا هو السحر المستنير، هذا الشيء الجميل من العالم السحري اللي عايشينه الاطفال، اللي فيه الدهش، اللي فيه حب، اللي فيه تعالي على طاقات الصراع. ولكن اللي بدي أفسره أكثر هلأ السحر الأسود، السحر المظلم اللي غالب الناس لما يحكوا كلمة سحر بيعني له، فأنا حبيت أحط هذا الفاصل بين هدول المفهومين بداية عشان نتوجه باتجاه السحر الأسود، أو بلاش كلمة نتوجه، نفسر هذا الموضوع. اللي بدي أوضح لك إياه هو منظور علمي بحت، ورح أرجع عيد أحكي علوم الحضارات القديمة عشان توضح الصورة عندك. شو معنى سحر أسود؟ سحر أسود معناته شخص عمل إمكانية طاقية أو إمكانية فكرية أنت نسختها وعدتها داخل ذهنك عبين ما صارت واقعك. خليني أفسر هاي الجملة، نبلش نفكفكها أنا وياك عشان تتوضح، لأنه هي فيها التفسير الكامل بالصورة الكبيرة. أي شيء بده يتجلى بواقعك
ضروري على مستوى معين من الوعي تكون انت الخلاق تاعه، انت الصانع تاعه. هاي وحده بالهدايا اللي انعطت لك من خالق الحياه، انت صانع الواقع تاعك، انت الخلاق للواقع تاعك، سواء حبيت او ما حبيت، سواء بدك او رفضت، سواء لعبت دور التمكين او لعبت دور الضحيه. اي شيء بيصير بحياتك خبره، معناته انت فيه على مستوى معين من الوعي انت خلاق لنسخه منها، لنسخه طاقيه منها. لذلك ما حدا بيقدر يجي غصب عنك يحط طاقة جواتك انت ما بدك اياها. الطاقة ما بتشتغل بهالطريقة، حتى لو انحكى لك للتبسيط عنها بهالطريقة، وحتى لو انا حكيت بفيديوهات انت شفطت طاقة واحدة او اخذت طاقة واحدة. انا بس عم بحاول ابسط وقتيه عشان ما عندي وقت ادخل بميكانيكيات الطاقة، مش كورس هو. فبالصورة الكبيرة ممكن حدا بده يعمل لك سحر، اوكي؟ هذا السحر بده يخليك تحس، او بده يخليك تحس بلعنة للمال او لعنة للزواج، انك انت عمرك ما رح تتزوج. فاللي رح يعمله رح يشرج او رح يشحن فكرة بتحكي انا ما بدي اتزوج، او انا برفض الزواج، او انا برفض شريك الحياة، او انا بهرب المال، انا بكشش المال، انا بتخلص من المال. رح يشحن طاقة هاي الفكرة، ورح يخلي هذا الشيء حواليك، سواء فيزيائيا بكون عبارة عن عمل حواليك، أو عبارة عن طاقيا ذهنيا بحاول يبعث هاي الفكرة لعقلك الباطن. لهاي الفكرة تتحقق ضروري عقلك الباطن يتأثر فيها ويبلش يصنعها. فأنت تبلش تحكي داخل حالك أنا ما بدي أكون بعلاقة، أنا بدي أهرب العلاقات، أنا بدي أكشش المال. لما هاي الفكرة طاقتها تبلش أنت تصنعها، طبعا رح تتجلى على الواقع تاعك. لذلك السحر الأسود واللعنات هو مش حدا بصب عليك إشي من برا وإنت ما إلك قوة عليه، أنت باورلس لهذا الموضوع، أنت ضحية لهذا الموضوع. لا، أنت ضروري على مستوى معين من العقل الباطن تكون خلاق لهاي الفكرة. فممكن نشوف السحر الأسود واللعنات كنوع من التأثير، كأنه حدا حاطط فكرة لها تردد طاقي معين، انت رجعت نسخته وعدته داخل نفسك عبين ما صار واقعك. وهون كتير ناس بسميها لعنة أو لعنة طاقية. هلأ ليش الناس عادة بالسحر الأسود بيستخدموا مثلا الأشياء الغريبة اللي بنسمعها، رجل عصفور مش عارف شو. هلأ حتى لو هذا الشيء مضحك ومبهم، ولكن برضو في علوم وراء، لأنه كل شيء بدك تشكله دائما بتشكل من العناصر الخمسة اللي هم الماء، الهواء، النار، الأرض، الإيثر، أو خلينا نسميهم العناصر الأربعة جيم الإيثر. فضروري يتكون من هدول العناصر. فلما حد يحكي رجل عصفور معناته هو عم بيحاول يستخدم شيء بربط بعنصر الهواء، فهو عم بيحاول ينقي تشكيلات طاقية بيستخدم عناصر معينة من عناصر الخمسة أو العناصر الأربعة ليشحن طاقة فكرة معينة. بعد شحن هاي طاقة فكرة معينة، إذا أنت مش واعي وتأثرت فيها بتبلش تنتجها بحياتك. هل هذا الأسلوب الوحيد بتصير فيه السحر الأسود واللعنات الطاقية؟ لا، من تكون لعنات متوارثة عبر الدي إن إيه من جيل لجيل لجيل لجيل. يعني ممكن شخص بيآمن إنه الفقر أحسن أو الغنى عاطل، وهاي الفكرة الأجيال بعده ما بحثوا فيها عشانهم كانوا بيقدسوا الأجداد تاعتهم، بيقدسوا أهليهم. لذلك دائما بحكي للناس ضروري ما تخلي أهلك رول موديل إلك أو مثال أعلى إلك، لأنه إذا بتحطهم مثال أعلى رح تتشرب كل الأفكار تاعتهم. حبهم، احترمهم، حبهم بحب غير مشروط، بس ما تحطهم مثال أعلى، لأنك رح تبطل قادر تتطلع على معتقداتهم إذا تخدمك ولا لا. فبتصير توارث لمعتقدات معينة، وهذا التوارث ممكن يتحول زي شكل من اللعنة، لأنها عم بتساوي لعنة في حياتك، لعنة طاقية في حياتك. فهي بالنهاية بالصورة الكبيرة فكرة أنت عم بتصنعها، سواء تم التأثير عليك فيها أو لم يتم التأثير فيك عليك فيها عشان تعيشها. طبعا ممكن توسع هذا الحوار وتبلش تمسك على كارمات أو لعنات البلاد. ممكن بلاد بتشوف أنه الفقر هو شيء مميز، أو إحنا دول دائما متراجعة. فأنت لو بتمسك هاي المعتقدات أو الوعي الجمعي وبتخليه كأن الواقع تاعك، رح تصير أنت ما عندك دقة، رح تصير أنت متراجع، رح تصير أنت بين قوسين متخلف. لذلك دائما بحكي للناس ما تشتري
وضع البلد كأنه وضعك الشخصي. دائما تجيني كومنتس تحكي إيهاب أنت ليش بتعمل هيك؟ لو ليه بتحط سعر كرسي هيك؟ أنت مش عارف عن الوضع بهاي البلد أو بهاي البلد. بحكي للناس ما تخلي الوضع الاقتصادي للبلد يكون الوضع الاقتصادي لك، لأنه هذا الوضع الاقتصادي هو نتيجة أفكار ومعتقدات متراكمة ومتوارثة، سوت زي إنبوت مدخلات وطلعت مخرجات، هاي هي الكارما. فبدل ما أنت تروح تشتري معتقدات بلاد كاملة، انفصل واعمل وضعك الاقتصادي الخاص، اعمل حياتك الخاصة، اعمل مفاهيمك الخاصة عن العلاقات واواوا. هيك بتبلش مرحلة الاستقلالية. طيب حكينا عن السحر الأسود واللعنات بهاي الصورة، طيب شو التاريخ اللي كنا نسمع عنه لعنة الفراعنة؟ هل هذا الاشي حقيقي؟ انه واحد كان يدخل مثلا على مكان معين يصير معاه مشاكل، او يدخل على غرفة معينة فيهم طاقات معينة يحاول يسرقها، بعدين يصير معه كوارث، أو شخص يمرض بعدين يمرض بعدين يمرض بعدين يمرض، أو أكثر من شخص يحاول يسرق مكان معين فتصير معاهم أمراض وابتلاءات كبيرة كتير. شو السر وراء هذا الإشي؟ الحضارات المتقدمة زي حضارات المصريين الزمان، اللي للأسف في مش بس عدم فهم، في نوع من الطمس لنوعية العلوم اللي كانت تتوارث في هاي الأماكن، اللي هي علوم روحية متقدمة جدا 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 جدا، وبلش الناس تسخف اللي كانوا يدرسوه وما فهموا أنهم كان عندهم الوحدة وكان عندهم إله واحد، وكانت أسياد الحكمة هي عبارة عن رموز للحكمة، وهي مواضيع تانية بديش أدخل فيها، ولكن تسخف الحوارات اللي كان أو نوعية الدراسة اللي كانت موجودة هناك. فهدول الحضارات وصلوا مرحلة قوية من بناء تكنولوجيات روحية عالية المستوى جدا جدا جدا، فقدروا يشحنوا غرف بطاقات عالية جدا جدا. هاي مثلا الشحنات أو هاي الشحن اللي موجود فيها ممكن تحكي إذا حدا بيحاول يسرق ببلش يمرض. طيب هل هذا الاشي بيجي من برا لجوا؟ لا، ممكن حدا يحاول يسرق فبتفعل طاقة هاي الفكرة، ولأنه في تكنولوجيا روحية قوية بتكون طاقة هاي الفكرة قوية بتحكي هل الأمراض وثلاش تيجي فيك. إذا هذا الشخص ما فعل هاي الفكرة من جواته ما بصير له ولا إشي، هو ضروري يرجع يفعل هاي الفكرة من جواته. ولكن لما شخص داخل يسرق على الغالب الوعي تاعه مش عالي، هو مش وعي متقدم إنه قاعد يكون عنده إدراك لنوع الطاقة اللي موجودة بالغرفة وشو الإشي اللي ينسخه وشو الإشي ما ينسخه، فهم بيستخدموا هذا النوع من التكنولوجيات الريحية عشان يحموا من طاقات السرقة وغيرها من الأشياء اللي ممكن تصير، وبتصير بعدين حكاية عند الناس إنه اللي بيقرب على هذا المحل بنلعن واو واو. فبتمنى باللي كل اللي شرحته وكل اللي وضحته يبلش يتضح داخل ذهنك شغلة واحدة، بالنهاية ما حدا بيقدر يجي يجبرك تفكر إشي أنت ما بدك إياه، هو بصير تأثير طاقي عليك. فكل ما أنت كنت مستقل أكتر، كل ما كان عندك حب لذاتك أكتر، كل ما كان احترام لذاتك أكتر، كل ما طبيعيا التأثير من التأثيرات السلبية رح تبلش تقل. هل معناته نبلش نحكي انه هذا الاشي مش موجود وهذا الاشي لا 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 اكيد مش موجود؟ لا، كون واعي انه هذا الاشي موجود بالحياة، ولكن كون واعي انه الحب هي اقوى طاقات الكون، لذلك حب الذات هو واحدة من اعلى الطاقات اللي بتطهر اي طاقات سفلة بتحاول تدخل لك. وبرضه كون واعي المعتقدات اللي عندك اياها، يعني اذا في معتقدات سخيفة زي معتقد الفقر احسن، او طبعا المعتقد الاسخف منهم كلياتهم اللي بيحكي حب الذات انانية، طب هذا المعتقد بحد ذاته مش بس كارثة، هذا بودي الشخص، بودي شركات، بودي عائلات، بودي أمم، بودي بلاد، بودي الإنسانية لأسوأ أسوأ درجات الجحيم في الواقع اللي رح يشكلوه. فهو ممكن تعتبره أسوأ لعنة إذا أنت مصدق فيه وعندك أسباب منطقية ليش حب الذات النية. رح يبلش يحكي لك الشخص حب الذات النية لأنه بحب حاله بس ببلش يفكر في حاله. لا، اللي بيحب حاله أكتر ما بيضل يفكر في حاله، لأنه تعدى عدم الأمان والإنسكيورتي، اللي بس بده يكون شكله مقبول قدام الناس. اللي بيفكر بشكل مقبول قدام الناس 24 ساعة هو عدم الأمان، هو إحساس أنا مش كفاية، ملوش أي علاقة بحب الذات. اللي بيحب ذاته هاي طاقة توسعية، ببلش يعرف رغباته، ببلش يعرف طريقه، ببلش يعطي ويخدم وعنده كرم أكتر بالمكان الصحيح، مش بس لهدف المجاملة. لذلك الحل لكل هاي الأمور انك تبلش ترجع لقلبك، تبلش تحترم حالك، تبلش يصير عندك وعي للطاقات اللي حواليك، للطاقات العيلة، شو الافكار والمعتقدات المتوارثة، هل انا بدي اعيدها؟ وتبلش تخلق كيانك المستقل، افكارك المستقلة، معتقداتك المستقلة، اللي بالنهاية مفروض تجيب لك النتائج اللي بدك اياها. ليش تشتري افكار ما بتجيب لك النتائج اللي بدك اياها؟ وبدي اضيف شغلة لهذا الحوار، هي شغلة هلا خطرت لي، وهذا الاشي انا وصلني وعي له جدا 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 حديث،
وخلاني أغير أشياء كبيرة في حياتي. واحدة من الكلمات اللي تنحكى عادة بالبلاد العربية هي شتيمة، هي مسبة، خلينا نحطها بالعربي شتيمة حسيت اللغة الفصحى المبالغ فيها. هي مسبة بتنحكى كثير، فاسمح لي أحكيها، اعتبرني أخوك، اعتبريني أخوكي، فاسمح لي أحكيها عشان بس نوضح الحوار، اللي هي كلمة يلعن، يلعن كذا، يلعن كذا، يلعن كذا، أبوك، أمك، كذا كذا كذا. هاي الكلمة إحنا بنستخدمها بسهولة، ولكن بالصورة الكبيرة أنت عم تعطي طاقة لعنة على الشخص، أنت بتلعن هذا الشخص، فمجالك الطاقي بيكون وقتها مفتوح ومتأثر ومقيد بأي أشياء لها دخل بالعنات الطاقية. فرح أطلب منك بلش طهر هاي الكلمة من لسانك، ما تستخدمها، لأنها حتى لو مبين إن كلمة بسيطة نشوها المعنى تاعها، ولكن الشخص الواعي على قوة الكلام، على قدرة الكلام السحرية على التأثير على واقعك، ببلش يرمي هاي الكلمة. ومش معناته إنه تكون تساوي حالك أطهر حدا بالعالم، أنا ما بحكي هذا الكلام، عادي ممكن تفلت منك كلمة، أنا ممكن تفلت مني، ولكن هلا واعي إنه ما تطلع مني هاي الكلمة أبداً أبداً أبداً، لأنه حتى طاقتها بحسها ثقيلة. فضروري تبلش توقع هاي الكلمة من حياتك عشان ما تفتح لك طاقات غير مرغوب فيها. فكل الحوار بالنهاية هو حوار إنك ما تخاف، هو حوار إنك تكون واعي، دائما تكون واعي بالحياة إنه في شيء مظلم وفي شيء مستنير. مش الفكرة بس أطلع على الشيء المستنير وأحكي المظلم مش موجود، لا، كل شيء موجود، المظلم موجود والمستنير موجود، الطاقات السلبية والمجالات الطاقية المنخفضة موجودة، والطاقات اللذيذة والطاقات الحلوة والمجالات الطاقية المبنية على الحب موجودة. الفكرة أروح باتجاه تركيزي باتجاه هذا وأكون واعي هذا الشيء موجود عشان أعرف كيف أتعامل معه بحكمة. فأنا ما بحط كل تركيزي، أنا عندي 560 لعنة و750 سحر أسود تعدينا هالحكي، بتمنى ان تعدينا هالحكي ونبلش يصير عندنا وعي اني انا اللي بشكل واقعي، معتقداتي هي يا اللي بتلعني يا اللي بتباركني، ومعتقداتي اللي عندي اياها يا رح توصلني اعمل اعمال وسلوكيات الكارمات تاعتها بتوديني مصايب يا بتوديني محلات حلوه. لذلك دائما لما تطلع على الاشياء لها دخل بالغفران، لها دخل بالحب، لها دخل بالتسامح، لها دخل بالخفه الحياه، دائما الكارمات تاعتها مباركه اكثر واكثر واكثر. فرسالتي لك بالنهايه، انت اللي بتصنع واقعك، سواء كان سوداوي أو مستنير، سواء كان ملعون أو كان مبارك، أنت اللي بتصنع واقعك. ركز أنك تحب حالك، ركز أنك تحترم حالك، عشان الواقع اللي يصنع منك هو واقع حب، واقع احترام، وواقع بركة تلقائيا. وشكرا، شكرا لك أنك كملت هاي الحلقة المهمة والطويلة نسبيا للآخر وتحملتني وأنا بحكي، ولكن هذا ضروري عشان نبلش ننور هذا المفهوم بالوعي الجمعي. وشكرا لك أنك أنت واحد من مجتمع، من أفراد مجتمع كن أنت الموجودين حول كل العالم، ناس بتشارك نفس الشغف أنه بدهم يعيشوا حقتهم على الأرض الآن. إذا بتحب هاي المواد وبتحب كل شيء يوصلك أول بأول، اعمل اشتراك للقناة، وممكن تعمل لايك أكثر، تعمل لايك للفيديو إذا حبيته عشان هذا الفيديو يتشاهد بأكثر عدد ممكن من الناس. وشكرا لك.